اللي محدش يعرفه عن مسلسل الضوء الشارد انه كان فيه مفاجآت لو عرفناها هتعتبر صدمة لكتير مننا. يعني المسلسل ده كان فيه كل حاجة وعكسها، خلافات بين المخرج والمؤلف على اختيار الابطال، وممثلين رفضوا المسلسل، ومحاولات لاقناعهم، وحكايات كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. غير بقى ان سوزان مبارك كان ليها علاقة خاصة بالمسلسل ده، ده غير ان كان فيه تحضيرات للجزء التاني من المسلسل، بس الاحلام اتبخرت لاسباب هنعرفها مع بعض برضو في الفيديو ده، فخليكم معانا للآخر. كان في اعتراض على اختيار الفنان الراحل ممدوح عبد العليم للدور ده، وكان الخلاف ما بين المخرج مجدي ابو عميره والمؤلف محمد صفاء عامر، وده بسبب ان الدور اللي كان هيتقدم صعيدي، وكلنا فاكرين رفيع بيه العزيزي طبعا، واتقال في الغرف المغلقه ازاي يكون في فنان يقدم دور صعيدي وعينيه ملونه، ووقتها اتقال ان عادي في صعايده كده فعلا، وفضل الاعتراض قائم، وترشح للمسلسل ده الفنان احمد عبد العزيز، لكن ابو عميره قال انا المخرج وانا اللي عارف مين ينفع للدور مين لا. المهم كلام ابو عميره مشي وعمل الدور ممدوح عبد العليم. الفنانه منى زكي عملت ازمه في المسلسل ده، وقالت في تصريحات ليها انها كانت بتعيط بالدموع علشان ما تعملش الدور ده، عشان كان عندها احساس انها متضايقه شويه ومش عايزه تشتغل ومحتاجه تسافر تغير جو، وكل ده وهي ماضيه على المسلسل. لحد ما هوب اعتذرت عن المسلسل قبلها بيوم. يسكت مجدي ابو عميره؟ قال لا والله لو هاجل التصوير يومين ثلاثه هاجله. بس هنا بقى اتدخل الفنان يوسف شعبان، واللي كان وقتها نقيب للممثلين، واقنع منى زكي تبدا تصوير المسلسل في ميعاده، علشان ما ينفعش تكون ماضي مسلسل وعارف ميعاد التصوير وتعتذر قبلها بيوم، يعني حاجه مش منطقيه بصراحه. وهنا منى قالت انا كان لازم التزم وكنت حاسه اني مش قادره امثل، واستغربت ان الناس اتبسطت واستغربت من نفسها كمان. مش بقول لكم ان المسلسل ده كان كل حاجه وعكسها؟ فعلا الفنان محمد رياض ما كانش هيعمل الدور اللي طالع فيه بشخصيه فارس. والله عارفين ليه؟ لانه كان نجم تقيل وقتها يشيل مسلسلات من بطولته، ورفض لان الدور صغير، واعتذر عنه حوالي 3 او 4 مرات علشان يعمل مسلسل اسمه ضد الطيار، بس مجدي ابو عميره اصر عليه، وكانوا بينتقدوا مخرج المسلسل بصراحه علشان يجيب نجم زي محمد رياض ودوره ينتهي بعد كام حلقه بانه هيفرق الدنيا. ازاي؟ كان مبرره بقى وقتها ان رحيل فارس هيعلم مع الناس، وكان لازم نجم تقيل يقدمه علشان المشاعر بتاعه المشاهدين تعمل تعاطف وصدمه معاه، وده يكون حاجه ايجابيه للمسلسل، واتضح ان وجهة نظره كانت صح جدا. الفنان ممدوح عبد العليم قدم دور عمره في مسلسل الضوء الشارد، لدرجة انه بقى فتى احلام بنات كتير في الوقت ده. لا وكمان كانوا بيسموا المواليد على اسم رفيع بيه العزيزي، وبصراحة ممدوح يستاهل لانه كان فنان بمعنى الكلمة، واتقال انه اخد اجر كبير مقابل الدور ده وصل ل 170 الف جنيه، ده غير ان تكلفة المسلسل ده تخطت المليون جنيه، وده كان رقم كبير جدا وقتها مقارنة يعني بالمسلسلات اللي اتقدمت في نفس التوقيت معاه. مسلسل الضوء الشارد قدر يجمع الاسره المصريه حواليه، عارف لما تبقى اهلاوي ولا زملكاوي وتتفرج انت واصحابك على ماتش مهم؟ اهو ده اللي كان بيحصل مع المسلسل، وده كمان اللي حصل مع سوزان مبارك اللي اتصلت بمنتجه المسلسل شاهيناز صياب وهنتها على النجاح، وقالت لها انها بقت بتلغي اي ميعاد ليها في توقيت عرض المسلسل علشان كانت بتتابع حلقاته يوميا. وظهرت الفنانه سميه الخشاب في المسلسل ده بشخصيه نجاه، ووقتها ما كانتش مرشحه للدور ومحدش كان يعرفها اصلا لسه. المهم محمد صفاء عامر مؤلف المسلسل طبعا قال ان هو اللي كان مرشحها وفضل مصمم عليها، ووقتها مجدي ابو عميره وافق بعد ما اقتنع بكلامه، وكمان عدها له في موضوع ممدوح عبد العليم والعيون الخضراء، وعملت سميه واحد من اهم ادوارها، وكان شرط المخرج وقتها انها تعمل اوديشن يشوف اللهجه ايه ظروفها، ونجحت سميه واتحطت من بعدها بين النجوم. وعلى سنه 2009 كده او 2010 وبحسب اللي قاله الكاتب محمد مسعود في سلسلة أساطير الدراما إن كان في تحضير للجزء الثاني من المسلسل، ولكن في نجوم كتير رفضوا، يعني وقتها منى زكي بقت بطلة المسلسلات كتير فرفضت ترجع تقدم دور هي مش بطلة فيه، وكمان سمية الخشاب خدت نفس الموقف وبقى صعب عليهم وهم أبطال يرجعوا يعملوا دور تاني. وبعدين جت سنة 2011 وقامت الثورة، ده غير إن محمد صفاء عامر وممدوح عبد العليم رحلوا عن الدنيا وانتهت أسطورة الجزء الثاني من الضوء الشارد. انتوا بقى اكتبوا لنا ذكرياتكم ايه مع المسلسل ده، وهل لو كان اتعمل جزء تاني كنتوا هتحبوا تتفرجوا عليه؟